أنا مصطفى هيادي من البرلمان الأردني. في ذات اللقاء ونحن نتحدث عن لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان. ومن أبسط حقوق الإنسان سادتي المحترمين هو الحق في العيش الكريم، وحقه أيضا في مياه الشرب. ذات الإطار الذي نتحدث فيه نقول بأن هذا الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد الآن في العالم كله الذي يرزح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي. هذا الاحتلال الذي ينقض حتى قرارات الشرعية الدولية، قرار 1994 وانتهاء بالقرار الأخير الصادر عن الجمعية العمومية والصادر عن مجلس الأمن حول إدانة الاستيطان، وما زال المجتمع الدولي حتى هذه اللحظة عاجزا عن الضغط على هذا الكيان للاعتراف بأبسط حقوق هذا الشعب، الشعب الفلسطيني. إذا كنا في هذه اللجنة نتحدث عن الأمن وحقوق الإنسان، فينبغي علينا أن نضغط بكل الاتجاهات لكي يرى هذا الشعب دولته المستقلة القابلة للحياة. هذا جانب. الجانب الآخر، كيف لهذا الشعب أن يقرر مصيره؟ وما زالت الانتهاكات تلو الانتهاكات، نبدأها بجدار الفصل العنصري وننتهي بالاستيطان. ونتحدث عن الاعتقاد. الاعتقاد وحده أيها السادة لا يكفي لكي نقرر لهذا الشعب حقه. للأردن مصلحة عليا في أن يقرر الشعب الفلسطيني في أن تقوم الدولة الفلسطينية. فنحن متلاصقان ونحن شقيقان، نؤمن بأن لهذا الشعب حق في إقامة دولته المستقلة. ولا يوجد ما يبرر حتى هذه اللحظة استمرار الاحتلال. الجانب الآخر، نتحدث عن مليون ونصف في غزة يفتقدون لأبسط حقوقهم، ألا وهو الحق في الحياة الكريمة، حق في مياه الشرب. هل يعقل أن هذا الشعب، أن هذه الكثافة السكانية العالية، المحاطة بأسوار عالية تحت ما يسمى بتبريرات واهية لها علاقة بأمن إسرائيل وما إلى ذلك، حقهم في مياه؟